السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أي سؤال؟ أمس بدأنا الحديث عن ما يسمى بالنت بوزيتيف ساكشن هيد، وسألت سؤال في آخر المحاضرة، في حدا متذكر شو السؤال كان؟ وإذا كان عندنا هاي سطح الأرض وعندي مضخة هون وعندنا بير أرضي، بدنا نطلع على سطح الدار، بدنا نطلع ماء لسطح البيت، وذكرنا إنه إذا كان سطح الماء مثلا على بعد 5 متر من المضخة لتحت قلنا بنسحب ما في مشكلة. بعديها حكينا طيب what if، طيب what if بديش أحط سطح البيت، خلاص خلينا في السكشن سايد. قلنا إذا سطح الليكويد كان 5 متر ما في إشكال. ذكرنا إنه إذا كان طيب على سبيل المثال 15 متر بدل 5 متر، نقول هاي المضخة مثلا تسحبش. طيب لو جبت مضخة أقوى منها، مضخة أقوى منها وكان سطح الماء بعيد 15 متر، ممكن تسحب مضخة عادية تسحبش. طيب ما جبنا، رحنا جبنا مضخة هيفي ديوتي قوية وعشرين كيلو وات أو 20 حصان واتيفر، بتسحب مي على عمق 15 متر من المضخة. أسيومي طبعا هون إنه الضغط أتموسفيريك، الضغط أتموسفيريك، مش عم بسمع جواب. تعرفوا جواب أو لا؟ مو جواب يعني عم يا لا، بس اللي بده يقول لا بده يقول لي ليش، اللي بده يقول نعم مش مطلوب منه يقول ليش، بيتوقع إنه نعم. طب أنا بدي أعطيك الجواب، بدي أقول لكم لا مزبطش، جيب أزعم مضخة على الكرة الأرضية ما بزبط، 15 متر تحت مستوى المضخة والضغط 1 bar، ضغط الجو 1 bar، ما بزبط، مفتوح على الأتموسفير. هلا السؤال ليش ما بزبط؟ لأنه دكتور الواحد بار يعني 10.3 متر، والمضخة نازلة بأكثر من يعني المي بس تطلع 13 على 10.3 راح تبلش تتبخر، مش حتتبخر كومبليتلي، يعني حتصير المضخة تسحب غاز بخار. نعم يعني إذا بتتذكروا من مادة الثيرموديناميكس لما أخذتوا الستيم تيبلز، لما كنت تأخذ temperature versus pressure، الفيبر بريشر، فالماء عند 1 bar إذا يعني إذا صار كل يعني شو اللي بصير هون 1 bar، هون 1 bar، لما بنبدأ نسحب لفوق بيبدأ الماء يخسر ضغط، بصير 1 bar نص bar ربع bar 0.1 bar لحد ما يصير قريب من 0 bar،
قريب من الزيرو بار معناها بطل عندي ضغط من ناحية عملية، معناها الليكويد صار فيبر اتبخر كاملا، وبالتالي بصير الموضوع مش موضوع جيب مضخة قوية وكبيرة وباور عالي، موضوع الفيزيكس أو الصفات تحت المواد ما فينا نخالف الفيزيكال لوز. تتذكر لما كنا نتحدث عن الديزاين كونسترينتس، أهم كونسترينت الفيزيكال لوز. ما فيني أقول إذا مسكت القلم وفلتته إنه القلم يطلع لفوق لحاله، إذا فلتت القلم القلم ينزل لتحت. شو السبب؟ والله في فورس أوف جرافيتي، هيك منفسرها. ولو كان هذا التفسير خاطئ، في إشي بشده لتحت وهو قانون من قوانين الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وهذه لا تتخلف. وإحنا موضوعنا مش موضوع متى تتخلف معجزي وما شاكل ذلك، إحنا نعيش في عالم فيزيائي تحكمه قوانين ونواميس لا تكسر إلا لنبي أو رسول، غير هيك ما فيش. وآخر نبي آخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيش إشي اسمه كسر للقوانين تاعت الطبيعة اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. ولما نشوف شيء يبدو عليه وكأنه كسر لقوانين الطبيعة، الغلط بعينك والغلط بعلمك، باللي يعني زي ما تقول بدك يكون في خلل في المشاهدة أو في في المعلومات اللي أنت حصلت عليها. طيب من ذلك، فإذا بهمنا نحسب شغلة بنسميها suction head، يعني the pressure available عند مدخل الفلويد على المضخة عند السكشن لاين، السكشن اي بداية السكشن لاين. وكلمة نت لأنه بده يكون صافي، ليه؟ لأنه في أشياء بتضغط مع وفي أشياء ضد، فبالتالي أعطيني النت مثال شو مع ضد. في هاي الحالة مثلا ضغط الهواء الضغط الجوي بضغط المي لتحت بحيث أنها تطلع لفوق، هذا معك. الفريكشن على جناب الأنبوب ضدك. الفورس أوف جرافيتي اللي هي رو دلتا زي في الجي ضدك في الحالة هذا، بدك ترفع ورفع لفوق مش العكس. والفيبر بريشر تاع المادة كمان ضدك، وبالتالي المجموع تاعهم آخذ بعين الاعتبار البوزيتيفز والنيجاتيفز فيه، لازم يكون بوزيتيف. إذا كان نيجاتيف بتكون ما في مضخة ممكن تتغلب على هذا الأمر، لأنه بصير مخالف لي القوانين تاعت ربنا سبحانه وتعالى. طب كيف بعالج إذا طلع مش بوزيتيف، طلع نيجاتيف؟ خلينا مثلا نأخذ هذا النظام، خلينا نأخذ هذا النظام تمام. أنا بهمني بالسكشن هيد مش كامل النظام، هذا بهمني هذا الجزء اللي هو السكشن سايد بس، الباقي ما بهمني. أشوف في على الدسشار سايد ما بهمني. طب إذا كان هون حسابيا طلع عندي السكشن هيد، السكشن هيد less than zero، معناها الماء سيتبخر في الطريق قبل ما يوصل المضخة أو الليكويد، مش ضروري مي، أنا بحكي ماء مرات هيك بس يعني وأقصد الليكويد. وخلي الليكويد، خلي الماء يكون هو يعني representing الليكويد. طيب كيف بتعالج الموضوع؟ بنزل مستوى المضخة لتحت أكثر. بدك تلعب بالبارامترز اللي داخلين في حساب السكشن هيد. هلا شو هم البارامترز اللي داخلين في حسابات السكشن هيد؟ هي الأشياء اللي قفز عنها برجع لها بعد شوي صغيرة. النت بوزيتيف سكشن هيد صب اي، الاي معناها افيلابل. افيلابل من وين؟ من السيستم. السيستم عم بيعطيك بريشر معين عند السكشن لاين انتري انتو ذا بامب، فبنحكي هذا افيلابل. هيمر علينا بعد شوي صغيري بدل حرف الاي بكونوا حاطين حرف الار،
هذا الحكي هون له علاقة باللي available. R معناها required. R معناها required. Required by what? By the pump. Available من السيستم يعني موقع الخزان اللي نسحب منه الديامتر تاع البايب الكونكشنز اللي على البايب البريشر اوفر ذا ليكويد هذا كلياته النوع الليكويد هذول بيجوا مع بعضهم بيعطوني الافيلبل سكشن هيد او سكشن بريشر الريكوايرد بكون من المضخه بنحكي عنه بعد شوي طيب المعادله اللي امامنا فيها اربعه بارامترز زائد او ناقص اس ناقص اتش اس ال زائد P sub A ناقص P sub VP شو تعريف الرموز؟ إذا كان positive S بيكون suction static pressure وإذا كان negative بيكون عندي suction static lift فما هو static head وما هو static lift هلأ static اللي هو له علاقة ب ما يسمى static pressure اللي له علاقة بارتفاع سطح الليكويد ارتفاع سطح الليكويد عن المضخة. نرجع للرسم اللي السكتش اللي كان معانا هذا. هذا كويس. ممكن. بدنا السكشن لاين. هذا السيستم تاع السكشن. وهذا السيستم تاع السكشن. هذا النوع هون. هذا اسمه سكشن هيد. هذا النظام. وهذا النظام اسمه suction lift كترمينولوجي فليفت معناها تلاحظوا المصعد تاع العماير اللي هو مسميه elevator في بعض عند الانجليز بيسموه lift يعني برفع الان اذا كان suction lift عندي بيكون الستاتيك هيد اللي هو المسافه من هون لهون هاي المسافه بنسميها S المعادلة تاعتها هي S وبتاخذ نيجاتيف ساين في السيستم اللي على اليسار اللي هو السكشن هيد المسافة اللي من هون لهون الرمز تاعها S يعني ستاتيك هيد S for static والحديث عن الهيد والساين تاعتها بتكون موجب وبالتالي انت بتحدث عن سطح الليكويد عن السنتر لاين اللي بمر بالمضخة الفرق الهايت هذا إذا كان فوق سطح المضخة بصير موجب إذا كان تحت سطح المضخة تحت السنتر لاين تاع المضخة يأخذ نيجاتيف ساين نرجع للمعادلة تاعتنا طيب إذا عرفنا الزائد والناقص S نيجي ل H sub SL H SL مش معرفة هون بس هي head loss due to friction اوكي okay. ال يعني loss و s يعني في suction side و h معناها اللي هو الهيد هيد الان هيد loss في suction side due to friction اللي هو قديش بنخسر ضغط في suction side of the pump due to friction في السيستم فمثلا في عندي friction على الجدار الداخلي تاع البايب عندي فريكشن اذا في فالف بكون عندي فريكشن في الفالف اذا كان في اي نوع من الفيتنجز كواع ما كواع برضو في عندي لوسز بنحسبها زي ما حسبناها بالحسابات الباور او الانرجي ريكويرمنت عشان نطلع الانرجي ريكويرمنت للبمب نفس الحسابات اللهم بيطلع معي الوحدات بالانرجي بحولها لبريشر وبنعرف كيف نحول لبريشر ناقشناها في المحاضره السابقه فعندي إذن pressure loss due to friction عندي static pressure عندي الآن الـ pressure over the liquid نعم هذا الليكويد هاي سطح الليكويد هون هاي سطح الليكويد عندنا هون في pressure فوقه المينيموم pressure صفر فبالتالي في بريشر يعني من ناحيه عمليه الاتموسفيريك بريشر
واللي عادة نحطه واحد أتموسفير، بس نكون حذرين لما نكون هنا على جبل. إذا كنا على جبل شو بكون البرشر؟ أقل. أقل من واحد أتموسفير، وبالتالي كل ما الجبل صار مرتفع أكثر بدك تكون الحسابات تاعتك يعني تنتبه. في مرة شركة من الشركات في جبل ارتفاعه حوالي 3000 متر في أمريكا اللاتينية كان عنده مشكلة في البريشر جيجز، اوكي، لانها هي كاليبريتد انها تقرا زيرو بريشر جيج على الاتموسفيريك كونديشنز، بس عندهم الاتموسفيريك بريشر مش واحد بار، كان كنه 0.8 بار ولا شيء زي هيك، وبالتالي صار في اشكال في الكنترول سيستم، يطفي السيستم والحراره مش واصله في الثلاجات اللي عندهم اللي بدهم اياه، ولا خاطر في بالهم انه المشكله في معايرة البريشر جيجز اللي عندهم، كانت معايرة على أساس إنه الزيرو عند واحد بار على أساس يقرأ زيرو جيج، هيك المعايرة تاعته. فهو من ناحية عملية الأتموسفيريك بريشر مش واحد بار وإنما 0.8 أو 0.9، وهذا 0.1 ولا 0.2 بار بيعمل بيج ديفرنس في بعض السيستمز. إذا في عنا بريشر أوفر ذا ليكويد، وعندنا الفيبر بريشر تاع الليكويد نفسه، وهذا باخذ نيجاتيف ساين لانه بيحاول الليكويد انه يتبخر. فمن اذا ناخذ الفاكتورز هاي كلها مع بعضيها، مين بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ الان البوزيتيفز هذا دائما بوزيتيف اللي هو البريشر اوفر ذا ليكويد، الفيبر بريشر دائما نيجاتيف، الفريكشن اكيد نيجاتيف، ضل عندي الاستاتيك هيد. هذا الستاتيك هيد قد يكون نيجاتيف وقد يكون بوزيتيف. الان اذا طلع عندي ال NPSH available، اذا طلع هذا الحكي less than zero معناها النيجاتيفز عندي اكثر من البوزيتيفز، فبتبدا تشتغل يا بتخفف من النيجاتيفز يا بتزيد من البوزيتيفز. هذا الفيبر بريشر فيني العب فيه؟ لا ثابت. حكي عيد النظر، ثابت بالنسبة للتمبتشر. آه، إذا الحرارة ثابتة فهو ثابت. هل فيني أرفعه أخلي الفيبر بريشر يكون يعني رقم صغير؟ هو لما بصغر النيجاتيف هاي بصير يعني افرض مين أصغر، ناقص واحد ولا ناقص نص؟ ناقص واحد. آه، فإذا كان ناقص واحد أنا بإمكاني أرفعه لناقص نص، بكون عم بخدم اني عم بمشي باتجاه اني ازيد الرقم هذا. فالفيبر بريشر اوكي بكون القيمه تاعته مرتفعه اذا الحراره مرتفعه، واذا كان هذا كبير لانه في نيجاتيف ساين قدامه بصير يعني it is contributing to getting the total to a lower value. انا بدي ارفع الفاليو، فبالتالي ممكن يكون العلاج اني انزل درجه حراره الليكويد، وإن كان عادة هذا بيجي من البروسيس وقليل ما نلجأ له. بنلجأ للأشياء الثانية اللي إلنا كنترول عليها. الفيبر بريشر الكنترول تاعه عن طريق الحرارة، درجة الحرارة. طيب هل أنا في عندي كنترول على البريشر أوفر ذا ليكويد اللي في صب أي؟ فاهمين السؤال؟ نرجع للرسمة. هل في أنا عندي كنترول على الضغط هون؟ هذا معنى P sub A، الضغط هذا أو هذا، في ضغط على سطح الليكويد في السكشن سايد. لا، إذا كان هذا الفيسل open مفتوح، هذا نفس الشيء إذا كان مفتوح، ساعتها شو بتكون الفاليو تاعت بي صب ايه؟ الاتموسفيريك بريشر اللي عادة بنحطه واحد بار. عادة واحد بار. طبعا على جبل بيكون أقل من واحد بار. ممكن يكون أكثر من واحد بار أتموسفيريك؟
الاتموسفيريك بريشر يكون اعلى من 1 بار. شوفوا اهل الاردن ما عندهم عذر ما يعرفوش الجواب، اهل الاردن وفلسطين، غيرهم من بلاد العالم يعني لو قالوا لا هذا الاتموسفيريك بريشر 1 بار ممكن يكون اقل على الجبل بس مش ممكن يكون اكبر، من عذرهم باقي البلاد، بس الاردن وفلسطين، اهل الاردن اهل فلسطين مش معذورين انه يقولوا لا ما فينيش اطلع فوق الواحد بار اتموسفيريك. ليش؟ اول شيء جواب نعم فيه. ليش بكون في المناطق المنخفضه دكتور؟ يعني احنا نقول اهل الاردن وفلسطين شو في عندنا سبيشال شيء مثل منطقه البحر الميت، مش مثل، هي منطقه الاغوار مش بس البحر الميت، الغور كله من شماله الى جنوب، من جنوبه الى شماله، هذا كله تحت سطح البحر. عند البحر الميت هي اوطى بقعه حاليا ناقص 420 متر وبيضل يرتفع كل ما طلعنا لشمال، حتى بحيره طبريه، منطقه طبريه والبحيره تحت مستوى سطح البحر وبيضلك مكمل للشمال باتجاه لبنان، بتدخل على سهل البقاع المناطق الجنوبيه تاعته برضو تحت مستوى سطح البحر، بدك توصل لعندي بعلبك في الشمال تايها يوصل لمستوى سطح البحر. يعني بمعنى آخر إذا واحد بيفتح له قناة غير منضبطة بين البحر المتوسط وبين الأغوار شو بصير؟ بتغرق هاي المنطقة كلها دكتور، بتغرق عندي بعلبك كل الأغوار ما عدا الجبال اللي حواليها العالي اللي فوق سطح البحر، هذا كله بصير بحر، منطقة يعني خلاص تغرق وغير قابل إلا أنك ترجعها لأنه خلاص. طبعا هذا إحنا يعني لا نتخيل حدوثه، يعني إذا بده يجي واحد يعني مجنون يعمل هيك إشي الناس بتوقف، لأنه الأغوار أنت بتحكي عن ملايين الناس عايشين هناك، زائد خيرات كثيرة بتطلع من الغور، أرض بركة يعني. طيب نرجع لموضوعنا، فمنقول هل في ممكن الأتموسفيريك بريشر يكون أكثر من واحد بار؟ جواب نعم، منطقة الأغوار عندنا عند نهر الأردن هاي تحت مستوى سطح البحر، عند البحر الميت حوالي ناقص 400 وشوي، عند بحيرة طبرية أظن ناقص 260 إشي زي هيك، وبالتالي بإمكانك بترك إكسرسايز لكم، إكسرسايز لكم كم الضغط الجوي بيكون عند البحر الميت، كم الضغط الجوي بيكون عند المخيبي، المخيبي يعني عند بحيرة طبرية لأنه المخيبي عندنا في الأردن، أوكي؟ فكم بيكون الضغط الجوي هناك، وكم الضغط الجوي عندنا في جامعة العلوم والتكنولوجيا؟ إكسرسايز لكم هلا، بجوز بكرة المحاضرة الجاية وهي بكرة أعطيكم كويز فيها، أقول لك يلا، فاللي محضر الإجابات بنقولهم، واللي بده يفوت على الانترنت ويبحبش ويدور بكون معوش وقت كافي. طيب فاذا اكسرسايز اوبتين دي اتموسفيريك بريشر عند البحر الميت، عند بحيره طبريه، وعند جامعه العلوم والتكنولوجيا، واذا اقول لكم ونزيدكم من الشعر بيت، وعند عجلون كونها منطقه مرتفعه وفيها ناس ساكنه، صار عندنا أربع مناطق: جبل، العلوم والتكنولوجيا، البحر الميت، وبحيرة طبرية. ما بدنا نقول عند البحر المتوسط لأنه بده يكون واحد بار هناك اللي هو الضغط الجوي. خلصنا من الأتموسفيريك بريشر. طيب هل فيني ألعب بالأتموسفيريك بريشر أو مش الأتموسفيريك ماشي؟ هل فيني ألعب في الأتموسفيريك بريشر كأتموسفيريك بريشر؟ لا بقدرش. بقدرش انا بدي، هذا جيفن بالنسبه لي بدي اتعامل معه، يعني الا اذا بدي انقل المصنع تاعي كله على الغور او على عجلون مثلا، وهذا يعني مش عملي، ما بنشتغل هيك، فبالتالي انا بتعامل معه انه هذا جيفن وفيكست وبحوم حواليه. طيب هل فيني العب عليه اتحايل عليه؟ شوف تحايل عليه غير اني اغيره، انا ما بغيره بس فيني اتحايل عليه. اتحايل على ايش؟ اتحايل على البي سب اي وليس على الاتموسفيريك بريشر. لاحظوا احنا في المعادله حط بي سب اي، وفي التعريف كتبنا انه البريشر اوفر ذا ليكويد اون ذا سكشن سايد اوف ذا بومب،
piece of absolute pressure in the vessel on the liquid surface on the suction side of the pump. الضغط على سطح الليكويد. ذكرت إذا كان الليكويد مفتوح على الأتموسفير بده يكون الأتموسفيرك بريشر. حطيت إذا في شرط. طب وإذا كان مش مفتوح على الأتموسفير مسكر صار ممكن ألعب فيه. ممكن أزيد هلا صار ممكن هاي البي سب A أزيدها ولا فيني في أنا عفوا كرا فيني أرفعها وفيني أنزلها. أوكي. أنا مين بهمني عشان الـ NPSH يطلع بوزيتيف؟ أرفعها ولا أنزلها؟ أرفعها. فبالتالي أنا ممكن في السكشن سايد هاي الفيسل تاعنا تاع السكشن سايد. أوكي هاي رايح للمضخة. أوكي. أجي وهي سطح الليكويد أضغطه. فوض عليه ضغط. كيف بدي أضغطه؟ فوت غاز عليه، فوت هواء مضغوط. أضغطه بهواء، بس بده يكون الفيسل بده يكون مسكر. مش انت بتفوت من جهه والهواء بينفس من جهه ثانيه بيكون كلوزد فيسل فبالتالي ممكن افوت هواء نيتروجين وارفع الضغط لما برفع الضغط على سطح السائل من جهه السكشن سايد اوف ذا بامب بكون انا رفعت الفالي تاعت بي سب اي وصرت امشي باتجاه البوزيتيف بكون ساعتها هاي عم برفعها طيب نيجي على الفاكتور هذا تاع الفريكشن هذا دائما باخذ نيجاتيف فاليو باخذ دائما نيجاتيف فاليو طيب هل فيني العب فيه بحيث اني ازيد الفاليو تاعت ال ان بي اس اتش لفوق بمعنى اخر هل فيني اخفف الفريكشن هاي حطيت لكم الجواب نعم فيني اخفف الفريكشن اذا كان هذا رقم كبير عم بخسر ضغط بسبب عفوا دلتا بي بسبب الفريكشن رقم كبير روح اطلع على السكشن على الفريكشن تاع السكشن سايد وشوف ليش هذا رقم كبير عندك البارامتر اللي مخليه كبير العب فيه بحيث انك تصغره طيب خلصنا من هذا نيجي للاس الاس اذا كانت بوزيتيف خلص ما هيها بوزيتيف فيني يعني ازيد البوزيتيف فاليو تاعتها هل فيني ازيد الاس البوزيتيف تاع الفاليو تاعتها تذكر انا بتحدث عن السكشن سايد نرجع على الرسمي. أوكي. نأخذ هذا المثال اللي على اليسار تاع السكشن هيد. أوكي. S اللي هي المسافة من هون لهون. هاي زائد S. هل في نهاية زائد S زائد يعني موجب. وS اللي هي ارتفاع سطح الليكويد. هل فيني هذا أرفع يس ولا نو يس كيف برفع التانك أكثر أيوه ارفع التانك بدل ما التانك محطوط هون ارفع لهم سطح الليكويد قديش صارت أس صارت الأس من هون بدل ما هي كانت لهون الآن صارت لهون هاي صارت الأس زدت الأس طيب نيجي على النيجاتيف اس النيجاتيف هيها هاي نيجاتيف اس طبعا النيجاتيف عشان يصير في صالحي لازم اخليه يعني يتجه باتجاه البوزيتيف فبالتالي اذا اس عمليه الاشكال الاستاتيك هيد هاي المسافه بدي انقصها كيف بتنقصها برفع التانك او بنزل البمب يا بترفع التانك هذا لفوق او بتنزل المضخه هلا الان رفع التانك عاده اسهل لا مش اسهل افرض ان هذا بير ارضي بدك ترفع البير لا ما فيني ارفع البير فشو بضطر اسوي الخيار الثاني نزل البم نزل المطب لتحت في عندنا بالصناعه في شيء بسموه سبميرجد بمب لاحظوا سبميرج بالعربي بسموها مضخة غاطسة شو يعني غاطسة؟ منزلين المضخة كلها المضخة هاي كلها بتكون هون جوا الريزرفوار جوا التانك من تحت وبالتالي يعني احنا لما بنحطها على الأرضية يعني من ناحية عملية الأس أول شيء صارت بوزيتيف وهي لها علاقة بفرق الارتفاع ما بين سطح الليكويد والمضخة هون صار هذا هو الأس تاعنا المسافة هاي هي الأستاذنا
وهي بوزيتيف بس على الأقل سمول بوزيتيف فاليو بس على الأقل مش نيجاتيف. وبالتالي إحنا بإمكاننا نغير الـ NPSH available net positive suction head available عن طريق اللعب بالparameters اللي على اليمين هون assuming إنه we can play with them. Usually yes we can. إما ب عن طريق temperature اضغط الفيسل خفف الفريكشن زيد البوزيتيف اس او خفف النيجاتيف اس. طيب اهم شيء يطلع المجموع تاعهم بوزيتيف. طيب افرض انه طلع زائد 0.1 بوزيتيف، اقول لك زائد لازم يونتس هون، خلينا نقول 0.1 متر. اوكي اقول لك زائد مثلا 2 متر، وفي ممكن يكون طلع لك مثلا زائد 10 متر. انا بقول لكم إيش، هاي زائد 10 متر سوبر ممتاز جدا، هاي مش حتشتغل معنا، هاي يعني في علامة استفهام عليها. يعني هل هذا يكفي، هذا البوزيتيف زائد 2 يكفي ولا لا يكفي؟ بده معلومات إضافية. عن إيش معلومات إضافية؟ عن حاجة المضخة عشان تشتغل صح، لأن حاجة المضخة عشان تشتغل صح لها علاقة بالشركة الصانعة، مواصفة المضخة الداخلية. فبالتالي بده حدا يعطيني معلومات عن مواصفة المضخة الداخلية من أجلها شوية صغيرة. نرجع على الايتمز اللي احنا قفزنا عنها. طيب هاي النت بوزيتيف سكشن هيد صب A اللي هو الديفينيشن تاعتها is the absolute pressure available، والA جاي كلمة من available هون من الA هاي، at the pump suction flange. NPSHR available جاي من السيستم تاعك. لاحظوا هنا جبنا سيرة المضخة هون، ونتحدث عن وين سطح الليكويد، عن المضخة، نوع الليكويد، الحرارة اللي احنا شغالين عليها لها علاقة في نوع الليكويد عشان نعرف الابسولوت الفابر بريشر، البريشر اوفر ذا ليكويد في السكشن سايد، الديزاين تاعنا من حيث البايب ديامتر ما ديامتر لانه بيأثر على الفريكشن الى اخره. لاحظوا له علاقه في السيستم، ال NPSH sub A له علاقه بالسيستم وليس لها علاقه بالمضخه. الان NPSH sub R net positive suction head R يعني required is the pressure required by the pump at the suction flange in order to operate properly. يعني بحيث انها تشتغل من غير cavitation. هاي خطا مطلق، هاي cavitation. من غير cavitation. هلا لاحظوا اذا في cavitation المضخة بتشتغل، مش انه ما بتشتغل، بس السيستم بصير العمر الافتراضي تاعه بقل، البريشر اللي لازم تعطيك اياه المضخة ما بتعطيك اياه لانه cavitation بوكل من البريشر. NPSH sub A net positive suction head available is important when selecting a pump which would handle liquids at or near their boiling points or liquids having high vapor pressure. هذا الحكي علقنا عليه. If the net positive suction head available is not high enough, then the pump might operate under cavitation conditions, بمعنى vapor bubbles collapsing at the impeller. وهذا بيؤدي إلى نويز. بيجي واحد بيقول يا عمي والنويز شو يعني؟ بنتعايش مع النويز. هلا البيتينج والايروجن اوف ذا امبيلر هذول التنتين بيعملوا لنا هذا بيتينج وهذا هون ايروجن، اتاكلت المضخه. يعني بصير عندي هيك او هيك، وهذا الحكي مرفوض وهذا الحكي كمان مرفوض. ما بدنا بيتينج وما بدنا ايروجن لانه هذا بيقصروا العمر الافتراضي تاعت المتاع المضخه. يضاف لهم الفاكتور رقم 4 هون او النقطه الرابعه create excessive clearances. الكليرنس اللي بين الكيسنج اللي مغطي المضخه في مسافه صغيره بينه فاضي. هلا بسبب انك انه البومب از نوت اوبريتنج بروبرلي، لانه النت بوزيتيف سكشن هيت افيلبل از نوت هاي انف، هذا الكليرنس بصير يزيد. لما بيزيد بتبطل المضخه تعطيك البريشر اللي مكتوب عليها. يعني بيجي بقول لك انه هاي المضخه بتعطيك مثلا 3 بار، assuming ان انت مشغلها بشكل صحيح.
بمعنى شغلتها على سيستم، السيستم مش هيعمل لها كافيتيشن. فإذا السيستم بده يعمل كافيتيشن على المضخة، ابتداء بصير عندك نويز وبيتنج وإيروجين، وبالتالي ببطل يعطيك البريشر اللي هي المفروض تعطينا هي. To avoid the above problems اللي هي pitting وإلى آخره، نتيجة إن net positive suction head available is not high enough، في عدة شغلات ممكن نسويها. أول إشي have the net positive suction head available at least 2 feet of liquid greater than the pump manufacturer requires under the worst possible operating conditions. طيب هذا system MP sub A إذا السيستم، بقارن السيستم قديش عم بيعطيني بريشر، بقارن المضخة كم الريكويرمنت تاعتها، يعني بقارن NPSH available مع NPSH required، بقارنه ببعض، بدي الافيلبل هذا يكون اكبر من الريكويرد، اكبر من الريكويرد ب 2 foot of liquid. يعني مثلا اذا كان النت بوزيتيف سكشن هيد بيشغل الاكتيفه، إذا كان requirement عشان مضخة تشتغل صح مثلاً 8 foot of liquid، ساعة السيستم هذا لازم يكون على الأقل يعطيني 10. لاحظوا العشرة أكبر من requirement 8، السيستم عم بيعطيها 10، معناها السيستم عم بيعطي المضخة أكثر من حاجتها، وعلى الأقل أكثر باثنين ما عندنا مشكلة. طبعا إذا كانت هاي مثلا على سبيل المثال 14 ولسه ممتاز أكثر. طيب إذا كان مثلا 8 بالضبط، بيجوا واحد بيقول 8 الريكويرمنت 8 الأفيلابل 8، طيب ما هي معطيها اللي بدها إياه 8 و8. صحيح إنه هذا هو الريكويرمنت، 8 هو الريكويرمنت والأفيلابل هو 8، ما في مشكلة. بس لما بتبدأ تشغل، بعد ما تشغل بشوي صغيرة بده يبدأ، على سبيل المثال بده يبدأ البايب يترسب عليه سكيلز، يسمعوا بالسكيلز اللي هو الفاولينج ماتيريال. أي بايب بالعالم فيه ليكويد مع الزمن بصير فيه تكلسات تظهر على السطح الداخلي تاعه. هاي التكلسات عايش بتأثر نمتو نادين المصري شردت رغد الياس نعم دكتور معك رغد شو السؤال نسيتي طيب نعيد السؤال إذا البايب بعد ما نشغل الليكويد نسحب ليكويد في بايب الليكويد قلنا مع الزمن بصير يربي سكيلز بصير يربي سكيلز على الانترنال سيرفيس اوف ذا بايب هاي السكيلز اثرها بشكل مباشر ايش بياثر كروجن دكتور سكيلز مش كروجن بقول لك بشكل مباشر كروجن عمليه بطيئه بشكل مباشر بياثر التقليل بزيد الفريكشن لما الفريكشن بزيد شو بيظهر هذا كيف بيظهر عندنا بتقلل الNPSH بتقلل الNPSH فالأفيلابل على علمك كان 8 كان 8 لما بلشنا الشغل شوي صغير يصير ينزل بنزل تحت الريكويرمنت بصير عندنا مشكلة طيب وعندنا مشكلة ثانية الآن إنه زوم أعطاني أقل من دقيقة فلت نوقف ونرجع نشبك مرة ثانية.